وللوقوف أكثر على تطورات فيروس كورونا وحاجة العالم إلى مزيد من اللقاحات في ظل حجب الغرب اللقاحات عن العالم الثالث، تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي من جنيف الأديبة والإعلامية العراقية ذكرى محمد نادر. مرحبا بك معنا أستاذة ذكرى. أهلا وسهلا ومرحبا بك. حياكم الله. بحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن العالم غير مستعد لمواجهة ظهور وباء جديد في المستقبل، وهل يستعد العالم أو هل هو مستعد برأيك للمتحور الجديد قبل أن يستعد إلى ظهور وباء آخر؟ العالم الآن أمام أزمة عظيمة تواجه الكرة الأرضية برمتها، يعني ليست لا تواجه دولة واحدة وإنما تواجه كل دول العالم. هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة يهددنا بحياتنا، باقتصادنا، بصحتنا، فلا أظن أنه هناك إمكانية ظهور وباء آخر. هذا يعني موت محتمل للبشرية. نعم، كيف يمكن للعالم أن يعني يواجه هذا الموت وهذه المخاطر التي تصيب العالم وتنتشر؟ لا تستطيع أي دولة في العالم أن تمنع وصول هذا الوباء إليها بتطوراته خلال الشهور الماضية. بالحقيقة نحن أمام أزمة أخلاقية وأزمة إنسانية عالمية كشفت عنها كورونا، لأن من يتعرض للوباء هم كل الناس، لكنهم من يستطيع أن يتناول العلاج أو اللقاح هم فقط المواطنين الدول الغنية. لذلك نحن أمام تباين حقيقي بالتعامل الإنساني، أزاء القيمة الإنسانية، أزاء قيمة الإنسان. فمن الصعب حقيقة أن نقول نحن قادرون على حل المشكلة الصحية والمشكلة الأخلاقية التي يتعرض لها المجتمع الإنساني برمته. هل كلامك يعني بأن تلك الدول التي يعني تتسم أو تصف نفسها بصاحبة السيادة الأخلاقية على مستوى العالم كانت أمام اختبار حقيقي فشلت فيه بشكل واضح؟ نعم، بكل تأكيد، لأنه لم يكن هناك تكافؤ في سياسات توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بدليل أنه الدول الفقيرة لم نسبة اللقاحات فيها بلغت مو أكثر من 3%، بينما الدول الغنية الآن تدفع باتجاه أخذ اللقاح الثالث، الجرعة المعززة للقاحات. فلاحظ الفرق. صحيح، يعني مثلا في إحصائيات دولية في إفريقيا على سبيل المثال هناك نسبة تلقي اللقاحات لا تتعدى 8% من سكان تلك الدول، وهذه مشكلة. صحيح. كبيرة. نعم، أكيد، بالتأكيد هناك دعوات أممية للتنازل عن حق الملكية، وأعتقد أنه حضراتكم ذكرتوا مثل هذه المعلومة في تقريركم. نعم. الإخباري، لكن للأسف ما لم تذكروه إن منظمة التجارة العالمية تقف بالضد من هذه المبادرة وتمنع هذه المبادرة، بالوقت اللي المفروض إنه العالم يتكاتف، كل العالم، كل حكوماته يتكاتف للتخلص من هذا الوباء الذي يغزو العالم من سنتين وأكثر. فلاحظ إنه كيف للقوى الغنية المتسلطة على اقتصاديات العالم كيف تتحكم بالصحة العالمية. يعني الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية خصوصا كوفاكس التابعة للأمم المتحدة تطالب بأنه توحيد اللقاح، تطالب بتوزيع تكافؤ توزيع اللقاحات بالعالم، بينما منظمة العمل العالمية تقف بالضد من هذا الإجراء. نعم، ما الدوافع وراء الوقوف ضد هذا الإجراء باعتقادك؟ هل هي يعني هو مسألة ربحية بالدرجة الأولى؟ بلا شك إنها يعني مسألة ربحية بالتأكيد، لأن هناك تنافس بين الشركات المصنعة للقاحات، بدليل أنه هناك اختلاف واضح بين أسعار الجرعات اللقاح بين كل الشركات المصنعة. فالهدف هو هدف مالي، هو هدف ربحي، بدون وضع المعيار الإنساني والمعيار الأخلاقي بالمقابل.
وهذا أمر يدعو للأسف حقيقة. نعم، أشكرك جزيلا من فيينا الأديبة والإعلامية العراقية ذكرى محمد نادر، كنت معنا، شكرا.